السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد بعنوان كل أمتي يدخلون الجنة، حديث شريف. هيا بنا نبدأ. خطوات الدرس: الدعاء والقرآن والتهيئة وعرض الهدف. عليكم قراءة الحديث، توضيح المعنى الإجمالي للحديث الشريف، وأهم الهدايات الموجودة في الحديث الشريف وموقفا في حياتنا، وأخيرا تذهب إلى ملف الأنشطة وتختار النشاط المناسب لك. القرآن والدعاء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أما عن دعاء اليوم، ندعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. عليكم مراجعة سورة الكافرون، حاول تلاوتها، وعند إتقانك لها سجلها بصوتك وأرسلها إلى معلمك. هدفك اليوم أو مهمتك اليوم: تستنتج أثر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث الشريف. الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. معاني الحديث الشريف: أبى معناها أي امتنع ورفض، أطاعني أي عمل بهدايتي، أي بهداية الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أوامره، عصاني أي أعرض عن هدايتي، أي لم يسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هيا بنا نستنتج المعنى الإجمالي للحديث الشريف. العصف الذهني: القرآن الكريم هو كلام الله، بينما الحديث الشريف هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا علينا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تقول إذا سمعت اسم النبي محمد؟ ولماذا؟ ماذا عليك أن تقول إذا سمعت اسم النبي محمد ولماذا؟ علي أن أقول عند سماعي لاسم النبي محمد، أقول عليه الصلاة والسلام، ولماذا؟ لأنني أؤجر على ذلك، أي أخذ الحسنات إذا قلت ذلك. وإذا سمعت اسم النبي ولم أصلي عليه، فإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكون حزينا لذلك. ما يرشدنا إليه الحديث الشريف؟ أخبرنا الحديث الشريف وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سيدخل الجنة، ولكن من هو؟ هو من يطيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه ويؤمن به. وهناك أيضا من سيرفض دخول الجنة، وهو الذي لا يطيع أوامر سيدنا محمد ويقتضي به، هو من يمتنع عن دخول الجنة. تحدث عن الأعمال التي بها طاعة لله ورسوله. الصورة الأولى هي واجبة تجاه والديك، هل هي طاعة لله ورسوله أم لا؟ واجبك تجاه البيئة، هل بمحافظتي على البيئة
هي طاعة لله ورسوله أم لا؟ فكروا جيدا وتحدثوا عن ذلك. واجبنا تجاه الله ورسوله هو طاعتهم، اتباع أوامرهم والانتهاء عن الأشياء التي نهانا عنها. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والربط بالقرآن الكريم، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يأمر الله سبحانه وتعالى بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نكون من المرحومين يوم القيامة. الربط بالسيرة، ما علاقة هذه الآية بالحديث الشريف؟ يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. كيف كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الإسلام؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بأطيب الكلام وبالطريقة حسنة طيبة. وهذا الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من آداب النبي صلى الله عليه وسلم استخدام الكلمات الطيبة الإيجابية في الحوار، وعدم استخدام الكلمات السلبية، أنه ذكر الجنة ولم يذكر النار، حيث قال: ومن عصاني فقد أبى. حدد من أطاع ومن أبى من أصحاب المواقف التالية، ثم انقد موقف من أبى. أخذ من مصروف أخيه بدون أن يستأذنه. رافق والده في الذهاب إلى المسجد للصلاة. أي منهم أطاع وأي منهم أبى؟ نعم، من رافق والده إلى الصلاة فهو المطيع، أما من أخذ من مصروف أخيه بدون استئذان فهو أبى، أي أبى دخول الجنة، لأنه ما فعله هو تصرف خاطئ، فعليه أن يستأذن في أي شيء يفعله. أي شيء تفعله وليس خاص بك عليك الاستئذان فيه. إن أردت أخذ أي شيء من أخيك عليك أن تستأذن منه حتى تكون مطيعا لله سبحانه وتعالى، وتكون من الذين سيدخلون الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. صف شعورك عندما تتبع أوامر الله سبحانه وتعالى وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. التقييم الختامي: لماذا نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حدد شروط دخول الجنة كما جاء في الحديث الشريف. اذكر بعض الأعمال التي بها طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا التقييم الختامي: اذهب إلى ملف الأنشطة واختر النشاط المناسب لك وقم بحله وأرسله إلى معلمك. شكرا لكم صف ثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.